اليوم ان شاء الله يا ربي عندنا حفل الفنانه الشعبيه زينه القصرانيه، هكا كما تشوفوا المسرح بسم الله ما شاء الله مازلنا ما بديناش والمسرح بدا يتعبأ. ان شاء الله يا ربي نعملوا بلان وتنجح الدوره نتاعنا وينجح الحفل هذايا ونكونوا هكايا فرحنا برشا سمعه ان شاء الله. في الزينه القصرانيه اسم هي زينه خاطر من زينه. اي اما زينه انت ولا هي؟ زوز زوز من زينه. هكيكه هكيكه زينه قصرانيه وي علاش جيت انت؟ بيها خاطر شو اللي عجبك فيها؟ غناها غنى سما غني تونسي وغني بالقديم. ما هو مش نعملوا كيف الناس كليكا قال كيفاش مش تتفرج وربي يحيي الرجال ان شاء الله ربي يحيي الرجال تاع السما وتغييرهم وتحيا الدولة وتحيا البلدية بزينة. أنا جيت أخذ بصرف في زينة ولا في غناها؟ باش تتفرج في الزوز في زينة وفي غناء في وستيحة في كل شيء. ما أنا أنت توا جاية منين ساعة؟ أنا جاية ساعة من السمعية ولا منين؟ أي أنا سمعية. السمعية؟ جيت باش تتفرج في زينة؟ أي بالطبيعة لزينة جيت. زينة. وطلتها زينة. يا ربي وليك الحمد، معناها بالالاف الحقيقه جمهوري سنة بالالاف، عامله 8000 وعامله 6500 وعامله يعني الحقيقه هذاك اش نحب، ما نلقاش جمهور صدقني نفشل. ما تصورش ما عندك جمهور تمشي بلاصه بتلقى ان شاء الله ديما جمهوري. وانت مش تفرج ولا ايه؟ علاش انا علاش جيت بالذمه باش نتفرج؟ ربي يخليك ان شاء الله نمتعهم بالجديد نتاعي الشرقي تونسي راي ليبي الشعبي نتاعي الاغاني القديمه والجديده ان شاء الله نمتعهم باللي هم يحبوه. وانا نفرح كي نشوف الجمهور يجيني ونشوف يعني محبه الناس هي كل ما ماهيش فلوس راهو. انا معناها المهرجان هذا عملت له بري سبيسيال على خاطر شفت المدير مهرجان انسيستي باش يفرح الجمهور نتاعو، قال لك انا ماهيش الماده هي المهمه، انا المهم اللي المهرجان نتاع السمعه يكون معناها عند المستوى نتاع معناها المهرجان يكون في مستوى الجمهور، الجمهور حفالي وان شاء الله تكون ليله حفالي على الاخر. قال لك نحبهم فرادوهم نحبوا الناس معناها المهرجان يكون ناجح، والحقيقه انا نشوف المهرجان ناجح وان شاء الله ديما من الحسن الى احسن.
وانا زاده فرحانه بلقاء الجمهور الغفير هذا اللي معناه يستنى لبرا. ان شاء الله نعمل لهم جو، ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، ان شاء الله اللي جاي من بعيد وهو يمشي، خاطر وانا جاي يعني ناس جاي من بعيد برشا على ساقيها، ان شاء الله اللي جاي ما يروحش نادم. هذا شنتمنى.